وزير الخارجية الإسرائيلي فيكتور ليبرمان يفك ارتباط حزبه إسرائيل بيتنا بالائتلاف الحكومي الذي يقوده زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. سبب فك الارتباط يعود إلى خلافاته مع نتنياهو بشأن كيفية التعاطي مع حركة حماس على خلفية التوتر السائد في المنطقة منذ نحو أسبوعين. ليس سرا مع الأسف بأن خلافات بيني وبين رئيس الوزراء أصبحت جوهرية وأساسية ولم تعد تسمح باستمرار وجود إطار عمل مشترك. ليبرمان يعتبر موقف نتنياهو من حركة حماس على خلفية التصعيد الجاري موقفا ضعيفا ويطالب بتنفيذ هجوم واسع وسريع على غزة. تحالف الليكود وإسرائيل بيتنا الذي وصفه نتنياهو عند قيامه بالتحالف التاريخي الذي يعزز الاستقرار السياسي في البلاد لم يصمد في نهاية المطاف أكثر من عام ونصف العام.